مراهقة إعلامية فاقدة للأبجديات المهنية، هكذا وصف إعلاميون وصحفيون ممارسات قناة المملكة من خلال الإبلاغات لحجب مقاطع فيديو عامة تنشر وتوزع لوسائل الإعلام عن طريق المكتب الإعلامي للديوان الملكي. لا يجوز أن تذهب جهة ما، مؤسسة إعلامية ما، لاحتكار أخبار، نشر أخبار الملك أو الحصرية. هي ليست حصرية، هي احتكار بالمعنى، يعني نسميه الاحتكار بالمعنى الأخلاقي وبالمعنى المهني، هي استبداد إعلامي. ممارسات بعيدة عن أخلاقيات المهنة أغضبت وأثارت حفيظة الوسط الصحفي والإعلامي بعد نشر مقطع فيديو لولي العهد خلال زيارته لمحافظة عجلون، إذ تفاجأ ناشرو المواقع الإخبارية بحجب المقطع بحجة ملكيته لقناة المملكة. لا يحق لقناة المملكة أن تحصر فيديو عام بثته مؤسسة عامة لنفسها وتقوم بحظر ذلك على جميع وسائل الإعلام أو مواقعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي. التصرف الذي يفتقر لقواعد المهنة استهجنه كادر المكتب الإعلامي في الديوان الملكي، والذي يندرج وفق حديث الصحفيين من باب السطوة وسرقة جهد الآخرين، والذين طالبوا الديوان الملكي بتوجيه قناة المملكة إلى عدم تفعيل خاصية حقوق الملكية على المقاطع الخاصة بجلالة الملك وولي العهد. فبرأيكم، هل يحق لقناة المملكة في حجب مقاطع عامة وصادرة عن الديوان الملكي؟